السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا أصيب عدد من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد بجروح خطيرة من جراء هجوم الميليشيات عليهم طعنا بالسكاكين. بعض المتظاهرين المعتصمين هناك أكدوا أن ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر اقتحمت الساحة وهي تحمل صور مقتدى، وبدأت بمهاجمة المتظاهرين والمعتصمين في الخيم طعنا بالسكاكين، وأشارت إلى أن ما بين المصابين أو من بين المصابين إحدى الفتيات المعتصمات. دعونا نشاهد. جماعة باعوا خيمة الفارابي، شان سووا جماعة السرايا وقدام واقفين كلهم، وصورة الإمام الحسين ضربوها، هاي باعوا، هاي بخيمة الفارابي ماشي، وحسن الكعبي موجود، وعلي الغراوي اللي هم قياداتهم. هاي يعني جماعة باعوا خيمة الفارابي، شان سووا جماعة السرايا وقدام واقفين كلهم، وصورة الإمام الحسين ضربوها، هاي باعوا، هاي بخيمة الفارابي ماشي، وحسن الكعبي موجود، وعلي الغراوي. طبعا هذه الهجمات جاءت بعد إعلان مقتدى الصدر حل ميليشيا القبعات الزرقاء التابعة له. رابطة الحقوقيين في العراق قالت إن حل ميليشيا القبعات الزرقاء والبراءة منها من قبل مقتدى الصدر لا يكفيان ما دام التيار الصدري داخل في مفاصل الدولة وفي مؤسساتها. طبعا كما قلنا، مقتدى الصدر أعلن في تغريدة حل ميليشيا القبعات الزرق، وقال إن الثورة بدأت بالعودة إلى مسارها الأول. يعني لا نعلم ما الذي يقصده بالعودة إلى مسارها الأول، متى انحرف مسارها، من الذي حاول حرف مسار هذه الثورة طيلة فترتها منذ انطلاقتها في الأول من تشرين الأول الماضي. أعلن أيضا رفضه وجود التيار الصدري بهذا العنوان في ساحات التظاهر. بأي عنوان يريد مقتدى الصدر أن يتواجد إذن التيار الصدري؟ هذه الميليشيات التابعة لها هي التي تقوم بارتكاب هذه الانتهاكات، من الذي سيحاسبها في ظل غياب الدولة، مفهوم الدولة وغياب القانون الرادع للميليشيات في العراق؟ حل مقتدى الصدر القبعات الزرق أو لم يحلها؟ من الذي سيحاسب هذه الميليشيات على انتهاكاتها، على جرائمها، على المجازر التي ارتكبت ضد العراقيين؟ معنا حيدر من النجف، تفضل يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك ولقناتك الموقرة. أهلا وسهلا. والله حقيقة اللي يصير بالعراق شيء مؤسف يعني. حقيقة الأمر إحنا اللي معجبنا إنه الأوضاع اللي يصير ما يتحرك بعض الجهات المعنية كعلماء الدين، كشيوخ عشائر، يعني اللي جاي يصير مو شيء هين، يعني احنا الان في موضع حرج، يعني ربما مقبلين الى حرب اهليه اذا استمرت الامور على ما هو عليه. يعني اللي جاي يصير بالعراق حرب اهليه بين من يا حيدر؟ الشعب متوحد الان، ليش تصير حرب اهليه اذا كان الشعب متوحد؟ يعني احنا نعم ابو حبيب قلبي، احنا موضوعنا احنا متوحدين كشعب، بس نعم. الدوله ما جت تتجاوب ويانا في كل الامور، يعني نعم. في اول يوم 1/10 من صارت المظاهرات لحد هذا اليوم ما قدرت الدوله توفر ولو واحد من طلبات المتظاهرين. نعم. يعني كل اللي جاي يصير بالعراق هو شيء يعني وكانما مرتبي، وشلون العراق مبيوع، هيك نريد نقولها بالعاميه بالقلم العريض. نعم. احنا بس سؤالنا، احنا العراق حاليا متوحد كشعب متوحد. نعم. بس القضيه ماضيه انه احنا جاي نشوف يوميا وضع شكل. قبل فتره من صارت القضيه مال النجف ودخلوا القبعات الزرق وقتلوا وصاوبوا اكثر من 225 بين قتيل وجريح، 25 واحد قتيل واكثر من 200 جريح. نعم. زين، هاي مو كانت اوامر من سيد مقتدى الصدر؟ لان هو امر بقمع المتظاهرين وبالقوه. نعم. بعد ما نصب محمد توفيق علاوي
هو وهادي العامري مو هم اللي دخلوه. نعم. زين احنا قبل محمد توفيق علاوي علي عبد المهدي من اللي جاب لنا اياه؟ التوافقات جابوا لنا اياه. التوافقات نعم، التوافقات السياسيه. هم اللي جابوا نفس عادل عبد المهدي اجى من توافقات سهرون والفتح. نعم صحيح. وهم اللي نصبوه وهم تبع 27 الف جريح واكثر من 1000 قتيل. نعم. يعني هاي بذمه من؟ انا اريد اسال سؤال. يعني هاي الناس اللي جاي تموت بذمه من؟ مو بذمه المراجيع؟ مو بذمه الدوله؟ مو بذمه زين هاي الناس ما عندها ضمير؟ يعني هيك الناس باعت ضمايرها على مو شيء تافه اسمه ماده شيء دنيوي. نعم. زين انا هسه اللي معجبني انه انت تدرون يا جماعه مقتدى صدر انت جاي تقتلونه علنا ومن قتلتوه بالنجف وفتحتوا صدره نصبتوا خيمكم انتوا واسلحتكم بالتيومين. لحد ما انتظرتوا المرجعيه خطبه اليوم الجمعه صار عندكم نوع من الانسحاب. لان شفتوا خطبه المرجعيه مثلتكم بنمرود وطغيانه. نعم. احنا جاي نقول ليش هالصمت؟ والى متى الصمت؟ لحد ما تخلص شبابنا، انا ما جاي اعيد على شيء مو حلو. ولا نبوس كل من يشيل سلاحه ويطلع. بس الى متى القرار يبقى بهذا الوضع؟ يعني تبقى الناس تستدين الى متى يعني؟ اليوم بيانه على انه حل التيار الصدري. ليش استطاعوا جماعه ساحة التحرير مبتشيهم بس سكاكين وشايلين صورة سيد مقتدى؟ يعني شنو يعني حتى والله واحد يدوخ. يعني لعبة هاي عدورة خل نفتهم تضحكون علينا على نفسكم. زين اذا تقول برا ما تابعي لك يا سيد مقتدى اريد اوجه لك سؤال لك. اللي قتل بالنجف وكربلاء منو؟ اذا انت تقول انا اعلم براءتي منهم يا عمي القوات الامنيه سمعوا نار جاي تطوب باسم التيار الصدري، جاي كتبون بالعالم انتوا ليش ساكتين؟ مو جاي يقول سيد مقتدى انا حليت التيار الصدري وما بعد ما يمثلوني، انتوا ليش ساكتين على الناس اللي جاي تقتل بالمتظاهرين؟ هذول ما يمثلون سيد مقتدى ولا يمثلون التيار. شوفوهم وجود دواعش. شوفوهم هسه نجمعكم واحد اثنين، زين انتوا متظاهرين. انتوا بعد لا تقتلون اذا تشوفون هيك حاله. لان السيد قال اني حليت التيار الصدري واللي يطبون بصور سيد مقتدى ويضربون بالناس ما مثلوا سيد مقتدى يا اخي لزمهم انتوا. حيدر حيدر هذا الكلام هذا الكلام مقتدى هو يقول، لكن الموجود على الارض كلام مختلف. اللي موجود على الارض ميليشيا تابعه لمقتدى الصدر تاتمر باوامره وتنفذ اوامره. يعني ماكو شيء اسمه مقتدى الصدر اعلن براءته. طيب مقتدى الصدر اعلن براءته او اعلن حل القبعات الزرق، هذا التغريده اللي طلع بيها. طيب من حيحاسب هاي الميليشيا اللي هي القبعات الزرق بعد ما ارتكبت مجزره بالنجف وبعد ما ارتكبت مجازر بالناصريه وبكربلاء وبغداد؟ منو حيحاسب هؤلاء؟ ليش مقتدى الصدر يطلع لنا بميليشيا وبعدين يقوم بحلها والموضوع كانه شيئا لم يكن؟ هي هسه ترى مو صارت ميليشيا التيار الصدري، صارت مجموعه ميليشيا احزاب. لان هسه التيار الصدري انضمت الى عده احزاب، من ضمنهم جماعه قيس الخزعلي، من ضمنهم جماعه العامري، من ضمنهم جماعه الحشيد، وبعد ثلاث اربع جهات انضمت الى. يعني صار عباره عن مجموعه احزاب مو تيار صدري. هو هسه مسؤول عليهم كلهم، لان بيوم اللي طلع مظاهره مليونيه كلهم صاروا تحت قيادته هو. يعني شلون لعد صدري. شلون لعد حتى لو قال بالتغريده مالته انه اعلن حل هاي الميليشيا واني اتبرأ من كل واحد ينتحل اسم التيار الصدري ويرتكب انتهاكات ضد الناس، هذا الشيء حيعفيه المقتدى الصدر من المحاسبه؟ حيعفيه من الملاحقه القانونيه؟ لا 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 لا، هو 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 هو, هو, هو اول انسان مسؤول على اي قطره دم سلت الكربلاء او اي قطره دم سلت من يوم اللي نصبه عادل عبد المهدي، باعتباره هو اللي جاب عادل. احنا امنا به وانطينا اصواتنا وتقينا به، هاي صار اكثر من 10 سنوات احنا مشربين بقائمه سائرون او قائمه هو صدري يعني. نعم. زين فاحنا ساقين بك وانطيناك اصواتنا، احنا غير نعرفك انت ابن رجل شجاع محا
محمد الصدر مشهود بالشجاعة والبطولة. زين انت شفته بإيران وهذا وطنك وهاي قراعك اللي عشت وكلت وشربت منها، ودور اخوانك وولدك اللي ساندوك واللي صعدوك. انت لو ما احنا تصعد وين تصير انت؟ بس انا بحاجتك يعني تسمعني او ما تسمعني، انت لو ما احنا تصعد مو احنا محبة بابوك كلمنا بيك. بس يا اخي انت ما خليت حتى خط رجعه، اللي جاي يسويه غلط في غلط. راجع نفسك، راجع نفسك سيد مختلي، ترى ابوك ما راضى عليك على هاي التصرفات. نعم هاي تصرفاتك ابوك ما راضى عليها، هو حق الحسين. طيب. هاي تصرفاتك ما مقبوله. وخليني اقول لك هم نصيحه خويه، ترى بعض الموجودين بالتيار الصدري ما يحبوك، الا اقول لك ايش الناس مشلبه بيك. يعني كناس هسه انت بصيت مع التيار، هم ما يحبون التيار، هم شقوا من التيار، شلون تضيفهم عليك؟ شلون تنجحهم تضمهم ويا التنجيم؟ وهذول راح يسوون مشاكل. طيب وتنذب براس التيار الصدري. أنا أشكرك حيدر من النجف، شكرا جزيلا لك للمشاركة. معنا السيدة أسماء من ديالة، تفضلي يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية إليك ولكل كادر القناة، وفرصة سعيدة شاركت وياكم بالبرنامج. أهلا وسهلا أسماء، تفضلي. تسلم. طبعا والله يا أخ محمد، بالنسبة لمقتدى الصدر إحنا بعد من زمان حكيت بالبرنامج وبالقناة، يعني إحنا من المظلومات، ويعني من مظلومات من ميليشيات مقتدى الصدر. بوقتها كنت كان جيش المهدي ب 2007 هجرنا، إحنا نزحنا، وأني أتعجب بتغريداته وبياناته وبتصريحاته يقول عاشق الوطن. عاشق الوطن على شنو؟ إذا أنت عاشق الوطن شلون تهجر أبنائه تقتل أبنائه؟ احنا مو ابناء هذا الوطن، احنا مو بنات هذا الوطن، يعني شلون احنا تهجرنا؟ طلعنا هاي 10 سنين احنا طالعين، 12 سنه احنا طالعين من بيتنا، يعني من شنو طلعنا احنا؟ من ظلم الميليشيات، من ظلم ميليشيات جيش المهدي وقته، وهسه سرايا السلام. يا سلام هذا اللي يوميه تخلي لك اسم وعاشق الوطن سرايا السلام، وين وين هذا العشق اللي انت تعشق الوطن؟ لا والله انت مو عاشق الوطن، انت مدمر الوطن وابناء هذا الوطن. طبعا اهالي وحده من الناس، ان شاء الله يا ربي رب العالمين ياخذ حقنا، كل حقنا اللي راحت ب 2007 لي هسه، ان شاء الله يا ربي ما يشوف خير. مقتدى الصدر لا هو ولا جماعته، احنا يعني انظلمنا حيل، وهسه هاي الناس هم شافوا هواي ظلم منا. والله ما اعرف استاذ محمد، اني يعني كلش كلش مقهوره، ما اعرف شلون اعبر عن حزني. شكرا يا اسماء. يا طبعا الوعي في الشارع الان ازداد، وعرف العراقيون حقيقه الاشخاص الذين يتواجدون حولهم، من يحاول ان يجمل الصوره، من يحاول ان يركب الموجه، من يحاول ان يظهر بلباس وطني. العراقيون على وعي كامل عن حقيقه هؤلاء الاشخاص. سعد من ذي قار، تفضل. قدنا الاتصال مع سعد من ذي قار. طيب أود أن أشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام بعض المقاطع عن التظاهرات الطلابية والموج الطلابي الآن المنتشر في المحافظات العراقية كافة، بغض النظر عن الأنواء الجوية والحالة حالة الطقس. هذه الأمور لم تمنع العراقيين من المضي في ثورتهم والتظاهر بشكل جاد وبكثافة عالية من أجل تحقيق المطالب. لقطات مصورة لمتظاهرات شاركنا في حراك محافظة البصرة، وهن يرددن هتافات منددة بسلطة أحزاب السلطة، ويؤكدن أن ولاء الثوار للوطن فقط. فلنشاهد. احنا مو ود السفارة، احنا مو ود السفارة، احنا مو ود السفارة، احنا مو ود السفارة، احنا ود بيها شارة، احنا مو ود السفارة، احنا ودنا بيها شارع. كافي يا ميران، كافي. مشاهدينا معنا الان احمد من صلاح الدين، تفضل يا سيد احمد. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمد على مود هاي الميليشيات والهذا، انا بالنسبه لي عندي صاحب لوري وشفل. نعم. فجاء اشتغل بمناطقنا عبي تراب للعالم اللي تريد تراب عند اساس تدري بيتواجد دفن وهذا، فجانا الميليشيات قالوا ما تشيل تراب من الاسفل ما كل لوري تعطينا 10، زين انا جاي على المواطنين انا الدرج جاي ابيعها ب 15000. نعم. اي فمنعونا قالوا ما تشيلون هاي القاع، مو قاعدكم يابا القاع قاعدتنا ليش مو قاعدتنا؟ يقول احنا حررناكم وهسه جيتوا انتوا تقولون صاحبين قاع، احنا صاحبين الارض، انتم مالكم ارض هنا. فهم ماشيين بجراتهم بسياراتهم باي شيء تنفس، يعني حتى اللي يفتح محل يجون عليه ياخذون منه وارد شهريه لازم تدفع له تفتح محل. نعم. اكو ميليشيا معينه محدده يا احمد لو الموضوع كل الميليشيات؟ لا والله منيش محددة تعرفها كل زين. يلا بصراحة الدين ما أريد نجيب طاريها، أعطيك طارية إذا الصبح انقتل. حقك يا أحمد والله حقك. فالله وكيلك محاربين محاربة ما ترم ما ترم خلاص أستاذ محمد، يعني لا تطلع على تطلع تريد تجيب لك حديدات شيشات تبني. نعم. لازم ألا تدفع رشاوي يلا طب لمنطقتك، ألا تريد تجيب لك لوري مال بلوك ألا تدفع رشاوي، فكل رشاوي برشاوي برشاوي. انا ما يقبل يقول لك مطلب حاجه لا ما تدفع. نعم. فاحنا نطلب من الامم المتحده نطلب خمه ظل هيك، يعني صحيح. احنا بيوتنا واقعه جوامعنا واقعه وحالتنا يفطلها ونازحين 4 سنين وردينا، يعني كل شيء ما نملك، سياراتنا رايحه حلالنا رايح، بيوتنا واقعه بساتيننا ميته، وين نروح يعني وين نروح؟ وين نطلب وجهنا؟ المنا المشتكى قال الى الله. نعم ونعم بالله. واحنا نطالب الامم المتحده الخيرين الهاب يوقفونا يشوفون حالتنا يشوفون. نعم. احنا خما نظل هيك، احنا اسره نظل نظل اسره، احنا لازم نظل اسره لهم، ما يرام هذا العمل. انت جيت حررتنا الله ومحمد وعلي وياك، ما داز عليك انا لا قال لك تعال حررني، انطيني سلاح شوف احنا احنا شدنا التاريخ، احنا جماعه صلاح الدين، احنا 2006 2007 لعبنا لعب بالامريكان، ما محتاج بس انت سلاح ما عندي انا ليش اقاوم؟ تجي تطب تقاوم لعن توقع البيوت وتاخذ سياراتي الحلالي وتحاربني. نعم احمد انا اشكرك طبعا والله يعينكم على ما ابتلاكم. هاي طبعا هذا جزء بسيط من اللي دا تسويه الميليشيات بكل فصائلها واختلاف تشكيلاتها اللي موجوده في محافظه صلاح الدين، في الانبار، في ديالى، في كل المحافظات العراقيه. الميليشيات بمكاتبها بافرادها بسلاحها تحت هاي الذريعه، مثل ما تفضل ابو احمد السيد احمد من صلاح الدين يقول له احنا حررناكم، هاي قيمه التحرير، هذا ثمن التحرير بالنسبه لنا، ارضك وحلالك وقاعك وبيتك هذا ثمن التحرير، ابتزاز علني، يا تدفع يا اما ما تعبر يا اما ما تفتح محل او غيرها من هاي العمليات. من بلاوي او مصائب اللي جاءت بها ايران وميليشيات ايران واحزاب السلطه والولايات المتحده هذا الذي يعيشه العراقيون الان. ثوره تشرين خرجت لتطهير العراق من كل هذه النماذج البائسه والسيئه التي اساءت للوطن واساءت للعراقيين وشوهت سمعه هذا البلد وصورته امام العالم. رسول من بغداد، تفضل يا رسول. رسول من بغداد موجود؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا رسول. نحيي قناتكم الكريمه المباركه. حياك الله، اهلا وسهلا. نستنكر العمل الجبان للسيد القائد مقتدى الصدر. والله يا اخوي دمرونا بالقران الاحزاب هاي الفاشله. نعم. الو تسمعني؟ اسمعك يا رسول، اسمعك. والله دمرونا يا اخوي، خلي يطلعون ويعوفونا، الله شاهد. ليش تستنكر عمل مقتدى الصدر يا رسول؟ يا اخي جبان، يعني هذول القبعات الزرقاء. نعم. الو اسمعني؟ اسمعك يا رسول. والله قبعات لا تعين، كل شيء ما نقدر نسوي، والله قاعدين حتى اشتغل عمال انا. نعم. والله الاحزاب دمرتنا، خلي يطلعون ويعوفونا. نعم يا رسول. الو.
اسمعك يا رسول، اسمعك وياك. اي والله لا نقدر نتعين، تعيين ماكو. نعم. طيب شكرا يا رسول، شكرا لك، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. احد الاشخاص يقول اتحداكم تستنكرون الاحتلال الامريكي. حقيقة أنا أستغرب من هكذا رسائل تأتي، وكأن المرسل مدفوع حقيقة أن يرسل هكذا رسالة بغض النظر عن فهمه لسياسة القناة أو توجهها أو حتى ما الذي تقوم بنشره. يعني هؤلاء الأشخاص حقيقة لا أعلم ما الذي أو أي قناة يشاهدون. يستنكرون، أتحداكم تستنكرون الاحتلال الأمريكي. يعني قائمة قناة الرافدين على رفض الوجود للاحتلالين الأمريكي والإيراني أساس، وقضايا كثيرة طبعا، لكن أساس من أسس هذه القناة هي رفض الاحتلال الأمريكي ورفض الاحتلال الإيراني كذلك، وهذه العملية السياسية التي أوجدها الاحتلال الأمريكي وأوجدتها إيران وساهمت في نموها وتفشيها بفسادها بهذه الطريقة. من أسس وأولويات قناة الرافدين هي هذه القضايا. يعني أنا هؤلاء يعني وكانوا يدخلون حقيقة على قناة أخرى أو مدفوعين لكي يقوموا بإرسال هكذا رسائل. عموما تابع القناة بشكل أكبر ستعلم ما الذي نقوم بعرضه وما هي سياستنا وما هي البرامج وما هو طرحنا، وأن الاحتلال الأمريكي هو أساس الخراب في العراق وهو أول شيء يجب أن يحارب قبل كل شيء. من معنا الآن؟ من معنا الآن يا أخوة؟ طيب قدنا الاتصال. طيب أود أن نشاهد مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام في ساحة البحرية وسط البصرة أعداد كبيرة من الطلبة توافدوا مرددين هتافات رافضة لتكليف محمد توفيق علاوي ومنددة بسلطة الأحزاب الفاسدة، فنشاهد. مستمرون في تظاهراتنا ومستمرون في سميتنا ومستمرون في المطالبة بالحقوق المشروعة والمسلوبة لكل العراقيين. هنا الثورة، هنا الثوار، هنا الأحرار، هنا الأمل، وبالدم نكتب العراق. صامدون صامدون حتى يسقطون، سيسقطون ولم نحتج. مشاهدينا معنا الآن السيد أبو علي من كربلاء، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذنا العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك أستاذ محمد. طبعا بخصوص محمد توفيق علاوي. نعم. محمد توفيق علاوي يعني أول ما صارت المظاهرات مطالب المظاهرات واضحة، يعني مثل وضوح الشمس، الشمس واضحة، ما حد يقول لك هاي مو شمس، شمس. نعم. مطالب المظاهرات نفس هذا المثل، ان رادوا ماكو عدة جنسية، ولا رادوا متحزب، ولا رادوا من ضمن الحكومة، ولا عنده منصب سياسي. زين، انتم يا الحكومة 700 ولا هسه وصلوا بالالف شهيد. نعم. طبعا، والجرحى فوق 30,000. نعم. هاي كلها يعني تغاضيتوا عنها وخليتوا رئيس وزراء هو اللي يهجج روح المواطنين، يعني عنده جنسيتين. نعم. واحده بريطانيه والثانيه عراقيه. زين، كان عنده وزارتين بايام المالكي. نعم. بالاتصالات. نعم. ثلاثه. عنده فساد اداري، يعني سارق فلوس الدوله. محكوم غيابيا. عليه دعاوى قضائيه. نعم. محكوم رحم الله والديك، محكوم غيابيا. زين، النوب اللي 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 يقهر اكثر من هذا. شلون جبتوه؟ يعني هسه وحده من عتين اريدها، ما اريد ذني مطالب الاربعه، اريد وحده، اريده وحده. لا هو ما عنده منصب، عنده منصب، لا هو ما متحزب، يعني منين ما تفره هو يعور، على قولة المثل عندنا، يقول منين ما تجيبه ما ينكمش، يعني ما بي ولا 1% نزاهه. ف
فاسد من راسه الساسد. هذا الشخص يا أبو علي، هذا الشخص محمد توفيق علاوي جاء بتوافق بين هادي العامري وبين مقتدى الصدر، يعني شلون نقدر نفهم أنه راعي الإصلاح أو اللي يدعو للإصلاح يأتي بأشخاص مثل ما تفضلت ما بأي لزمة، وشخص متهم بالفساد من ساس الراسة؟ طيب وبعدين النوب هذا شيء أخش سؤال أنا طبعا جاهز. النوب من الإجابة جاب راعي الإصلاح، والله مو راعي الإصلاح هذا مقتدى والله العظيم، واللي جاب منه هادي العامري والله العظيم هادي العامري مو راعي إصلاح ولا مقتدى راعي إصلاح. أنا ما أكره شخصية مقتدى بس أكره أسلوبه. هادي العامري ما أكره شخصه، أكره طريقة العمل مالته. ليش يجبتوا يعني أنتم ضد الشعب؟ يعني أنتم شو اللي تريدونه؟ يعني هذا 700 شهيد كلهم أني راهن على مو شخص تجيبونه يخدم مصالحكم؟ إلى متى نبقى هيجي؟ يعني أنت يا مقتدى من جبت هذا الإنسان؟ هذا الإنسان اللي عليه مو شبهة 100 شبهة. شو اللي تقصد بيه؟ تقصد بيه تريد يعني تقهر الشعب، تقهر الأمهات الثقلة بأبنائهم، تقهر الأبهات اللي أولادهم شباب عمر الورد ماتوا؟ تقهر شنو؟ تقهر هاي الشباب اللي صديقه وياه اللي ثاني يوم استشهد أو نفس اللحظة استشهد، تقهرهم بي؟ أنت يا مقتدى ويا هذا العامري ليش لعبون على جراح الشعب؟ ليش؟ بالقليل شان راعيتوا عراقيتكم إذا أنتم عراقيين، بالقليل شان راعيتوا إسلاميتكم إذا أنتم مسلمين. والله لا ينتمون للإسلام ولا ينتمون للإصلاح، وبريء منهم الإسلام وبريء منهم الإصلاح، وقتله ومو بس قتله. طيب. مو بس قتله، ذولا كل يوم حاليا هسه قاعد باعتبار يشرب دم الشعب هذا. يعني انت جاي نهر مال دم يسيل، يعني هذا مو بعينك وتجيب انسان ما بي صفه واحده من صفات البيضاء اللي الشعب ممكن يتغاضى عنها؟ هسه يخالف جبتوه انتم من عندكم، جيبوا شخص بي صفه على مود الانسان يقنع نفس العذر حتى. هل يمكن هاي الاحزاب اللي موجوده بالاحتلال او موجوده من الاحتلال من 2003 لغايه اليوم تطلع بشخص واحد نزيه شريف يلبي طموحات ومطالب الشعب ويكون وفق مواصفات اللي وضعها الناس بالشوارع؟ هل يقدرون يطلعون هاي الاحزاب تقدر تطلع هيك شخص؟ لا ليش ما انا اقول لك ما يقدر يطلعون، والدليل لان الاناء ينضح بما فيه. هم فاسقين حراميه فسده، لذلك من يختار شخص ما يختار نظيف. هسه هذا العامل وهذا مقتدى ينظر للشعب نظره يعني مواطن، ينظر يعني ينظر لي او ينظر للمظاهر، لا ينظر للمواطن، ينظر لفد هذا انسان غير انسان، هذا مو انسان هذا وحش، هذا ما يستحق العيش. هذا عامل نفس الشيء ينظر للمتظاهرين، ينظر النظرة بين هذول مخربين، هذول جواسيس، هذول عملاء. هو يعني ما ينظر لنفسه شنو هو. هو ايام التسعين حرق المدارس وحرقوا البيوت وفلشوا وقتلوا وسووها مظاهرة 1990 مظاهرة الشعب، وكلها وسووا نفسهم مناضلين علينا، وهم دمروا وحرقوا وفلشوا. وهسه المتظاهر اللي حرق تاير سووه مندس. اي شلون مندس؟ بس خلي واحد يفسر اياها. شو المندس؟ المندس اللي حرق تاير على مود يوصل صوته. طبعا المتظاهر يصعد السلميه مالته يعني قطع شارع حرق تاير في سبيل سمعونه، وهذا كله تجازيتوا بمن؟ باعتقال وقتل، وجبتوا انسان يعني أنقص إنسان بال 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 بالمجتمع. طيب. ونوب شدوا شدة على أساس متظاهرين. محمد شوية جابوا صورة على أساس محمد توفيق على أمر شعته المتظاهرات، والله شدد هاي اللي جابوها جماعة القبعات الزرقاء. نعم. الله شاهد جابوها وخلوا اسمه المتظاهرين. إحنا بالمظاهرات بقينا واحد صار على واحد، من جاب هذا؟ أنا واحد مظاهرات. نعم. هذا منه جابه؟ أنت جبته؟ قال لا. أنت جبته؟ قال لا. صار جماعتهم خشروا بالمتظاهرات بين يوم وليله. بين يوم وليله طلع للناس، بين يوم وليله طلع للناس رئيس وزراء. منو عينه؟ شلون انتخبوا؟ منو اختاره؟ ما حد يدري. اي احنا تفاجئنا. هذا خلى صورته المظاهرين واحد يد واحد، صاروا هم نفسيتهم يدرون باللعبه، جابوا صورته لطشوها وخلوا. نعم. وقالوا ايش قالوا؟ قالوا المظاهرات اختاره. والله المظاهرات ما اختاروا،
ولا يجرون فيه. أنا أشكرك فيه. أشكرك يا أبو علي، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون وضحت الرسالة، شكرا لك. حسين من الفلوجة، تفضل يا حسين. اي نعم، حياك الله حسين، تفضل. تفضل يا حسين، أنت على الهواء مباشرة، تفضل. السلام عليكم، شلونك أخوي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أشارككم برأيي عن تقلبات الوضع السياسي الحالي. نعم. أقصد إنسان يعني ما تعرف شو يريد، إنسان جاهل. بدون تجاوزات يا حسين، خلينا نتكلم على سياساته بس. نعم. يعني إنسان يشكل حكومة كيف ويشكل تقتل الناس وتتدخر وهذا، بعدين يستنكر هذا الشيء. يعني ما تعرف شو يريد. نعم. يعني حتى الناس حيرة دي، يعني هذا مقتدى. أنت هو إنسان خاتل البيران على شنو؟ أنت تيجي بلدك، على بلدك، أجي بلدي، أدافع عن بلدي، خاتل البيران على شنو؟ ما تعرف شنو شي يريد. يعني إنسان قتل الأبرياء، قتل يعني قاتل بحق الإنسانية، ويجي يغرب يقول أتخلى عن القبعات الزرقاء عن الهاي، يعني إنسان ما تعرف شو يريد. نعم. بين يوم وليلة قال ذولا كانوا يحملون ورود وفجأة يأمر بحلهم. إذا ناس فعلا تحمل ورود وهدفها تحافظ على المتظاهرين وعلى المظاهرات، ليش يقوم بحلهم؟ شوف يعني إنسان ما تعرف شو يريد، خلط الأوراق، يعني الأوراق ما تعرف شو يريد. نعم. حسين أنا أشكرك يا حسين، كنت معنا من الفلوجة. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. رسالة من طلبة جامعات البصرة الأبطال إلى كل طلاب العراق الأحرار بالخصوص، وإلى كل ثوار العراق الأحرار بالعموم. شو تقولون لهم طلابنا؟ طلاب وعشنا الإضراب، ما فينا ليرتف الله، الله الدم فوق القاع كنا ونهتف الله، طلاب وعشنا الإضراب، ما فينا ليرتف الله، الله الدم فوق القاع كنا ونهتف الله. لا تقوم وتخذلني هاي الأحزاب تذلني، لا تقوم وتخذلني هاي الأحزاب تذلني، باكر يكتب التاريخ خلي لك موقف الله، باكر يكتب التاريخ. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا الآن السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ محمد، إذا تذكر 2015 كنا نتصل ونقول يا مدير بالكم احذروا من هذا، ترى هذا جاي يلعب عليكم، هذا عنده مصالح ماليه، عنده مساجين يريد يطلعهم، وفعلا طلع كلام ورثته صحيح. نعم. زين، الكل كانت بعيده، الكل كانت ترقص له وتستبدس له وتحييه وتركض ورا، زين انتم الى متى تركضون ورا؟ زين، هسه هنا ينتظرون شنو؟ انه بعد مقتدى، والله هذا المرجع الفارسي تاج على الراس، زين انت شفت خير من المراجع العربيه على مود تشوف خير من المراجع الفارسيه؟ انت تتوقع انه فارسي ينطي فارسي على مودك؟ هاي يطلع كل يوم جمعه هذا عبد المهدي، مهدي الكربلائي، ما ادري شو اسمه. نعم. يطلع يضحك عليهم، يخدر بيهم منا ومنا، ويقول لهم يابا راح نسوي ونطالب كذا وكذا، كله كذب كذب، وضحك على عقول الناس والناس مصدقه، وهسه الناس تعلم براس المرجع الفارسي. عمي روح شوفونكم ان شاء الله اللقاء، انتم مو بقدها، انتم ما تعرفون تلعبون السياسه ولا تعرفون تحمون الوطن، ضيعتوا الاول والثاني 17 سنه، انتم جايين هسه اخر 4 أشهر تزيدون تردون الفارسي من البلد، الفارسي ما يطلع تراها. بس سنوات على الحدود، ملايين من القتلى والشهداء من العراق والمعوقين. طيب. ما تركها بالاخير وفر، لانه تدمر، ما بقى عنده شيء، فقال قال الدرع تكسر السم.
زين انت ايش منتظر هسه موجود الفارس الجوي محتلك بكل المجالات بكل شيء هاي الوزارات كلها فرس هذه الدوائر مدراء عامين كلهم ايرانيين وعلى مود هيك شيء رفعوا المتظاهرين شعار ايران برا برا اول شعار الرفع وراء شعار نريد وطن يعني واضحه ابو عمر الوعي الان يزداد بالشارع العراقي ودي يعرفون الناس الوعي يزداد بس انت تعول على مرجع فارسي يجي ينصرك هذا من السابع المستعيد ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم ما قال انصر فلان وفلان وفلان طيب ماكو بشر ينصر بشر بكلت كذابين دول الدجالين ابو عمر انا اشكرك يا ابو عمر وضحت الفكره احنا بس نقول أنه من أول يوم قرر المتظاهرون العراقيون المنتفضون ثوار ثورة تشرين أن مرجعيتهم هي الوطن ولا شخص يقود هذه التظاهرات ولا شخص مهما كان هو يعني قائد لهذه الثورة بأي شكل من الأشكال لا بتصريح لا بخطبة لا بفتوى لا بأي شيء وهذا الكلام كان واضح من أول يوم حقيقة من التظاهرات إن كان هناك البعض من يعول على بعض الجهات الدينية على بعض الشخصيات أن تخرج برأي أو تخرج بقرار يغير من مجرى الأمور في العراق هذا أمر مستبعد لأنه من صمت عن دماء العراقيين التي سالت طيلة هذه السنوات التي مضت لا يرتجى منه خيرا في الأيام القادمة شعار العراقيين وصوت العراقيين واضحا كان منذ البداية أنهم لا مرجعية لهم سوى الوطن ولا قائد لهم في هذه المظاهرات لأنهم هم قادة أنفسهم هذا شعار العراقيين منذ أول يوم يعني البقية هاي حالات استثنائية يا أبو عمر مخلد من بغداد تفضل نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام. حياك الله مخلد أهلا وسهلا من ثوار التحرير على أمر قناة نعم احنا نحب نقول لكم هاي احنا هاي مظاهرات مستمرة وما طلعنا التغريدة ولا احد تعمل هاي المظاهرة احنا طلعنا من اجل الوطن نعم ها نعم راح نوجه رسالة الى سماحة السيد مقتدى نقول له سيد مقتدى تفكر عنا لان هاي المظاهرات انت اذا بقيت فيها ما تفيدك لأن أنت تدور إجرام لإجرامك نعم يجرم الشباب الشباب راحت وإن شاء الله إحنا يوم الجمعة طالعين ثلاثة تكليف علاوي نعم وهو اليوم صرح التغريدة يقول أنا رافض علاوي شنو ترافض علاوي شنو استحقيته صحيح ليش يسوي بينا شنو تصير حطيت جماعتك هذول جماعة القبعات الزرقاء تسلس العالم وهسه تحلهم شنو تريد فهمنا شو تريد نعم اتمنى منكم من قناتكم هاي الرسالة توصل إليه وما هو بابنه لان ديكتكم الشباب العراقيين هذول الشباب اللي تذكروا والله هاي ثورات مستمرة وان شاء الله احنا الجمعة اذا ما هذا طلع علاوي احنا الجمعة مظاهراتنا على حساب الخضراء والله ثم والله وعلى ما الله شهيد اقول نحن والثوار تحت الحبوب طيب شكرا يا مخلد كنت معنا من بغداد ابو بركات من الفلوجة تفضل يا ابو بركات اهلا وسهلا تفضل حياك الله كل الهلا استاذ احنا نازحين من الفلوجة نعم نازحين من منطقة الهواتات واحنا نعم. نفوت الفلوجة نعم او صار لنا خمسة منطقتنا تبعد عندنا كيلو كيلو منا قاعدين على جدر الجبل ابو بركات انا بس حتى اسمعك بشكل واضح نص صوت التلفزيون رجاء منطقتنا تبعد كلوان ورجل نعم ومنطقتنا حلالنا وعفنا زرعنا وعفنا مكايننا
وعندنا بيوتنا، وحتى يعني جاي نشوفه يعني اذا دحج يعني انظر عليه. ليش ما تقدر ترجع يا ابو بركات؟ ليش ما تقدر ترجع؟ فيها حشد ما خلينا نرجع عليها. نعم. ايه ما خلينا الله. ايه منطقتنا دي ما نرجع. نعم. فيها حشد. نعم يا ابو بركات. نعم. وانا صار لنا 5 سنوات. هذا البرد قارص وهذا الخيم اللي ماكو حكومه جتكم، ماكو احد ساعدكم؟ ساعدات منعوها علينا. نعم. نعم يا ابو بركات، انا اشكرك والله يعينكم، ووصلت رسالتك وصوتك وصل. 5 سنوات مهجرين من منطقتهم العويسات بالفلوجه، يقول تبعد عنا كيلوين وما نقدر نرجع لها لان الحشد يمنعنا والحكومه منعت عنا المساعدات، وهذا حال العراقيين، الملايين تهجرت بسبب الحشد وبسبب اللي طلع الحشد وبسبب جرائم وانتهاكات الحشد، والان الحشد ليس فقط في المحافظات الغربيه يمنع الناس من العوده الى منازلهم، الحشد في ساحات التظاهر يغتال الشباب، والحشد موجود وميليشيات الحشد موجودة جنوب العراق ووسط العراق، وهذه الميليشيات التي شكلت هذه المنظومة التي تسمى الحشد تغتال العراقيين وتمنعهم من المطالبة بحقهم. إذا سألت من هم الحشد دوروا على الميليشيات اللي شكلت هذه التشكيل، وتعرفون من هم أعداء الوطن ومن هم الذين يقومون باستهداف العراقيين، باستهداف الناشطين المتظاهرين العراقيين المهجرين ومنعهم من العودة إلى مناطقهم بل وتدميرها أولا. أبو راشد في دقيقة واحدة يا أبو راشد تفضل، حياك الله. حلو، تحية، يعطيك العافية يا أخي محمد. الله يعافيك، حياك الله. تسمعني واضح يا أخي محمد؟ نعم أسمعك يا أبو راشد، تفضل. طال عمرك بالنسبة حق العملاء اللي هو ما يحصل في العراق الآن في الموساد الإسرائيلي، طال عمرك لما يأخذون منا الحاجة والCIA الأمريكي، طال عمرك لما العميل اللي يأخذون منا الحاجة آخر شيء ينهون في العملاء، فما اللي يجري في العراق كلهم عملاء حق إيران. يعني إيران هل إن لما واحد يكون بلده هل تساعد إيران؟ أعتقد أن هذا كلام مفهوم. نعم. شكرا يا أبو راشد، كنت معنا من عمان، أشكرك للمشاركة، وضحت الفكرة. فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ بعض الرسائل الواردة سريعا. السلام عليكم، حل ميليشيات القبعات الزرق غير صحيح، بل بالنسبة إلى مقتدى الصدر، ويجب على الحكومة أن تعتقل جميع أصحاب القبعات الزرقاء وإحالتهم للمحاكم. في رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله هذه الثلوج ثلوج الرحمة والبركة والخير إلى كل العراقيين والثوار، يحقق أمنياتهم بردا وسلاما لكل الشباب الثوار. رسالة تقول السلام عليكم، أشكر قناتكم العظيمة، سيد مقتدى ساعة ويا الشعب وساعة ضد الشعب، ما يفهمنا شي يريد. جماعة القبعات الزرق ساعة ويا المظاهرات ويا المتظاهرين وساعة ضد المتظاهرين، هو ما يمثلنا، سيد مقتدى خليه يعوفنا. نقرأ الرسائل فيما تبقى من وقت. أم لمار من العمارة، رسالتي لأتباع التيار، قبعاتكم مو ذبوها ضموها، خاف الصبح يفز الكذا ويقول لبسوهن. تمام. في رسالة عفوا زهراء من العمارة تقول اللي يطلع يدافع عن حقه ينقتل، اللي يطلع يصيح اريد وطن يجي قناص يضربه، أكثر من 17 سنة الشعب حاكمته الأحزاب ومقتدى الصدر، وإحنا كل شيء ما شفنا منه، بس إن شاء الله المتظاهرين الأبطال يرجعونا الوطن. رسالة تقول أنا أفضل على رجال الدين مقتدى عمار الحكيم وغيرهم أن يكونوا مكانهم الحسينيات ويتركوا السياسة لأهل السياسة ويخلصون الناس من شرهم. أبو علي من المحمودية، شكرا يا أبو علي.
أحد المشاركين يقول أرجو عدم ذكر اسمي، هو لا يوجد اسم حقيقي. يقول تحياتي لكم، بيان مقتدى اليوم بسحب القبعات الزرقاء هي ورقة جديدة لفرض لغرض نزول أتباعه بدون قبعات لغرض إنهاء التظاهرات بعد أن فضحتهم القبعات في الأيام الماضية لما ارتكبوه من جرائم، لهذا هي مجرد نزع قبعات وليس سحبهم من الساحات. طبعا الآن حقيقة بعد هذه التغريدة بدأ الكثير من العراقيين والمتابعين للوضع والمحللين يخرجون بهكذا نتيجة، أن موضوع حل القبعات الزرق هي محاولة من محاولات مقتدى الصدر للالتفاف على ثورة تشرين ووأدها بطريقة مختلفة، هكذا يرى الكثيرون. خالد يوسف من كربلاء يقول السلام عليكم، تحية إجلال وإكبار لكم أيها الأحبة من كربلاء. الآباء نحييكم أو الإباء نحييكم ونقول لكم مستمرين في التظاهر رغم إرهاب جماعة مقتدى، نحن سلميون ونستمر هكذا. رسالة تقول السلام عليكم زهراء من كربلاء، البارحة ودزيت رسالة فهمتوها غلط. الرسالة تقول ناشدت وزيرة التربية لازم ما تظلم الطلاب اللي سووا أضراب لحد الآن ما درسوا وحاليا موعد امتحاناتهم. يا زهراء، سيدة زهراء من كربلاء، العراقيون يريدون شل حركة جميع المؤسسات الحكومية في العراق لغرض إسقاط هذا النظام. أي تنازل، أي مساعدة على استمرار الحركة في المؤسسات الحكومية هو استمرار تنفس هذه السلطة والأحزاب. يعني يجب أن تفهم هذه الرسالة من المتظاهرين. في رسالة تقول السلام عليكم، لماذا ندى من الدنمارك؟ لماذا يستمر تجاهل الحكومة لطلبات المتظاهرين؟ رسالة أخرى سامي من هولندا، تحية لقناة الرافدين. يا ببطلنا ما نريد وطن، بس نريد نعرف مقتدى شي يريد، وطبعا بطريقة تهكمية. أنا أم الوفا من كربلاء، تحياتي لك أستاذ محمد. اللي يصير بالعراق كله بسبب سيد مقتدى من 2004 لحد هسه. جيش المهدي يقتل، هجر الناس بال 2006 ويقتلون ورا السد لحد هاي اللحظة، ميليشياتهم هي الطرف الثالث. مقتدى احترقت ورقتك، يا مقتدى أيامك قريبة، ترى كل الشعب العراقي منتظر رجعتك للعراق يأخذون ثأر الشهداء، ثأر شهداء النجف وكربلاء وبالأخص المطعم التركي لما أخذوا ربعك. وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.